بسم الله والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة وأصيلا. الآية الثانية تخبرنا عن كليم الله سيدنا موسى عليه السلام، ماذا وهبه الله وأعطاه وأنزل عليه. وآتينا موسى الكتاب والأشير، إذا كان ذكر نبي عليه السلام جميعا عدة مرات لم يذكر إلا سيدنا موسى لأنه هو كليم الله. أراد الله في القرآن العظيم أن تكثر آيات خاصة بكليمه عليه الصلاة والسلام. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. سيدنا موسى عليه السلام هدى، والتوراة قبل تحريفها هدى، هما ما خلوا شيء ما استعرفوش به. اذهب أنت وربك فقاتل هنا قاعدون، يعني يا ربي طيح المقدرهم لأنهم عمر ما تأدبوا مع الله. وقت اللي سخروا من نبينا عليه الصلاة والسلام واعترضوا عليه قالوا سمانا وعصينا، فالحقيقة عصاه ربي قبل ما يعصي الرسول عليه السلام. وليعصي ربي وزيد يعصي محمد عليه الصلاة والسلام عليه وزر كل نوع الوزر حازه بمقدار نصيب الأسد بنو صهيون الملعونون. والسلام بالتمام والكمال على سادتنا الرسل الكرام.